بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. في غزوة بدر كان الطمع يتجه إلى الغنيمة وحدها، فالقافلة المحملة من الشام تحمل من الأثمان ما يكفي لاسترداد بعض الحقوق، وما يكفي أيضا لدق جرس الإنذار في آذان المشركين. وهكذا شاءت القدرة الإلهية أن تتحول الأطماع من الغنائم إلى الصدام، وأن تتقدم ضربة مبكرة لقوى الاستكبار في الأرض، فليس في الزمن متسع لمزيد من الانتظار. لقيت هذه الغزوة عناية بالغة في القرآن الكريم، وتأسست من آياتها معالم المواجهة بين الحق والباطل، سوف يقود التأمل فيها إلى الكثير من الحكم والأحكام، لكنها تحتاج إلى فهوم ناضجة وتفكير سليم. فهذا النصر كان من الله، وتم تأييده بالملائكة عليهم السلام، ثم تضاعف عدد المجاهدين في غزوة أحد، لكن نصرا فصيحا لم يتحقق ولم تهبط ملائكة الله. ترى ما الفرق بين الحدثين؟ هل ظن المسلمون أنهم خلائف في الأرض فقط دون عمل، أم أن لغزوة بدر مشهدا لن يتكرر؟ ما الذي وعاه المسلمون من أحداث هذه الغزوة عبر التاريخ؟ ولماذا نلمح في القرآن الكريم تسجيلا مركزا لمشاهد اللقاء مع المشركين؟ هل تأسس لدى المسلمين فقه متكامل في التعامل مع الآخر؟ هذا أو بعضه موضوع حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سعيد المعمري، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم الشرعية. أما أرقامنا فترونها بإذن الله تعالى ظاهرة على الشاشة بين الحين والآخر، وكذلك موقعنا، ولاحقا سوف نذكركم بها نطقا أيضا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله. أعزائنا، كعادتنا نبقى الآن مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في هذا اللقاء. موضوعنا اليوم عن غزوة بدر، العبر والعظات والدروس المستفادة من هذه الغزوة. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بداية بمصطلح غزوة؟ البعض يقول أن هذا المصطلح غير دقيق، لأن مواجهات المسلمين مع أعدائهم أو مع الآخر مواجهات لها توصيف خاص، وليست هي على سبيل الغزوات التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية والتي لا تحمل سوى الأطماع السياسية والاقتصادية. ما رأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القتال في الإسلام إنما شرع لإعلاء راية الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يذكر مقرونا بقوله تعالى في سبيل الله، فيجب أن يكون هذا الأمر واضحا لنا جميعا، لأن الإسلام إنما هو دين السلام، دين الأمان، دين الرحمة، دين الهداية، الذي جاء لإنقاذ البشرية مما تهيم فيه من الضلالات، لكي يوجهها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لكي ينشر فيها وفيما بينها الأمن والطمأنينة والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة. وعلى هذا إنما يشرع القتال إن احتيج إليه. فمصطلح القرآن الكريم نعم كثيرا ما ورد بلفظ القتال، ولكن ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مصطلح غزا يغزو، ومنه غزو أيضا، كما جاء في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. والمسلمون فيما أعلمه أجمعوا على هذا المصطلح، لا أعلم بينهم خلافا حينما نستقرئ كتب التفسير والحديث والفقه
والسير والتاريخ وغير ذلك نجد هذا المصطلح مستعملا. نعم ربما يستعمل عند بعض الأمم أو عند العربي في الجاهلية بمعنى غير المعنى الشرعي، وهذا ليس فيه كبير خطر، بمعنى أن بعض المصطلحات أو الكلمات كانت تستعمل عند العرب في الجاهلية بمعنى آخر، وعندما جاء الإسلام جعل له معنى فيها خاصا وهو ما يعرف بالحقائق الشرعية. فينبغي أن نفهم مصطلح الغزوة وفق المنظور الشرعي. نعم هنا يعني هنا صار هناك نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. المعنى الاصطلاحي. هذا الغزوة بالمعنى الشرعي حسب شروط وآداب القتال في الإسلام. وبالتالي فهي لا تحمل صور الغزو أيام الجاهلية. ومع ذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة. في الإسلام شرع القتال لأجل مصالح، فلا حرج أن يكون وراء القتال في الإسلام بعض المصالح السياسية والاقتصادية التي تعود بالنفع على هذا الدين وعلى المسلمين وبعد ذلك على البشرية جمعاء. جزاكم الله خير، سنأتي إلى تفصيل هذا الموضوع أيضا إن شاء الله. نأتي الآن إلى وقائع المعركة. النية الأولى فضيلة الشيخ هي السيطرة على القافلة، ثم تحولت بإرادة الله تعالى إلى المواجهة مع المشركين، ورغم قناعة المسلم بصحة المسلك إلا أن غير المسلمين قد يوجهون من خلال هذه الأحداث بعض الطعون أو الشبهات التي نحتاج فيها إلى أن يعي المسلم موضوع الرد عليها. الأول هو موضوع أو تبرير موضوع السيطرة على القافلة، ماذا كانت المبررات، وهل هناك يعني ما يبيح مسألة السيطرة على ممتلكات الآخرين هكذا في الطريق؟ نعم ينبغي أن نرجع إلى الوراء لننظر تفاصيل الأحداث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا في حال حرب مع المشركين، لم يكونوا في حال سلم، ومعلوم أنه في حال الحرب تستباح الأنفس فضلا عن الأموال، فهذا أمر واضح ومعلوم عند الناس قاطبة وخاصة في ذلك العصر. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فهؤلاء المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحابته من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم وقع عليهم ظلم شديد من قبل قريش ومن معها، فأخرجوا من ديارهم، دارهم مكة، فأخرجوا منها، أخرجوا من بيوتاتها، أخرجوا من أملاكهم كلها، أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما جاء في الإشارة إليه في بعض الآيات الكريمة. فإذا سلب منهم حقوق كثيرة، أليس من حق المظلوم أن ينتصر للحق لحقه، أن يسترد ماله الذي أخذ منه بغير حق؟ إن هذا أمر مشروع لا شك فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان يقصد لمنافع سياسية واقتصادية لدولته تعود عليها بالنفع، وكان في حال حرب مع المشركين، فلذا إن ظفر بهذه القافلة أو العير فلا شك أن ذلك سيوهن كيد العدو، يوهن قوة قريش، ويعود بالنفع الاقتصادي على الدولة الوليدة في المدينة المنورة، هذه الدولة المسلمة. كل ذلك لا شك أنه من المصالح المهمة التي يسعى كل ولي أمر لمجموعة من الناس يقودها. طيب فضيلة الشيخ، الشبهة الثانية، هذا هو اللقاء الأول مع المشركين، ويعرف ومما يعرف أن غزوة بدر كانت قد وجهت ضربة قاسية للمشركين، من بعدها بدأ المسلمون يتوسعون في الآفاق على اعتبار أن قوتهم صار يحسب لها حساب، لكن غير المسلمين يقولون أن هذا اللقاء الأول كان بالسيف، مما يعطي مبررا أن الإسلام انتشر بالسيف، فما رأيكم في هذا؟ على كل حال ينبغي ألا نعول كثيرا بل ولا قليلا على انتقادات غير المسلمين التي لا تصدر إلا عن قلوب حاقدة يراد بها الكيد للإسلام وصد الناس عنه، وما مناقشتنا لها ومحاولتنا للرد عليها إلا لأجل دفع هذه الشبه التي تلقى على بعض ضعاف النفوس وربما تؤثر عليهم، وقد ورد مثل ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى حينما رد المولى تعالى شبهات اليهود والنصارى وبعض المنافقين ونحو ذلك كما هو معلوم. فعلى هذا المنوال فنعم نقول بأن هؤلاء لا ينطلقون من مبدأ صحيح،
ولا ينظرون إلى الحقائق التاريخية. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة المكرمة أكثر من 10 سنين، يدعو قريشا ومن معها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يرفع عليها سيفا ولم يدعو إلى قتال، بل جاءت الآيات في كتاب الله تعالى صريحة تمنعه ومن تبعه من المسلمين من القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهنا منع عن القتال، وهذا فيه مصلحة للأمة الإسلامية، حفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم، حفاظ على الدعوة في مهدها، حفاظ على المسلمين الذين كانوا قلة، عدم تعريض المسلمين للفتنة، ولم يثبت الإيمان في قلوب طائفة منهم، وإنما يحتاجون إلى مزيد من التربية الإيمانية والعناية السلوكية حتى تثبت المفاهيم الإيمانية السليمة في قلوبهم، فهنا منعوا من القتال. لكن حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة المنورة، فإنه أقام هناك دولة الإسلام، ولا شك أن الأمر يتطلب تقوية دعائم الدولة وتأمين حدودها والحفاظ على أتباعها. فلذلك كان هناك مناوشات قبل غزوة بدر بينه وبين المشركين، كان ذلك متمثلا في سرايا متعددة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه السرايا لاستكشاف الأحوال وللقيام ببعض التدريبات القتالية للمسلمين، وإن كان في كثير منها لم يحصل قتال. فدعوة هؤلاء بأن الإسلام انتشر بالسيف هذا كلام غير صحيح. نعم، الإسلام لا يقول بأن السيف لا يستعمل، فهناك قتال في الإسلام، وذروة سنام الإسلام الجهاد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك دعوة إلى القتال في كثير من آيات القرآن الكريم، ولكن هذا القتال يكون في محله، يكون القتال دفاعا عن مبادئ الإسلام وعن الدولة الإسلامية وعن أفراد الأمة الإسلامية، كما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالجهاد أو القتال لأجل الدفاع وتأمين المصالح الأمة الإسلامية هذا مشروع، أو اعتدي على الأراضي الإسلامية. لكن أيضا هناك دعوة إلى الحق، الإسلام هو دين الله تعالى الحق، فإن وقفت في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قوة طاغية متسلطة متجبرة في الأرض تمنع من وصول هذا الحق إلى الناس في الأرض، فأولا تدعى هذه القوة الطاغية المتجبرة المتسلطة للإيمان بالله عز وجل، وترك دعوة الحق تنتشر في الأرض حتى يتبين للناس الحق من الباطل. فإن أصرت على استكبارها بأن منعت كلمة الله تعالى، فهنا نعم هذه السلطة المتجبرة لابد من إزالتها، وتحمل عليها الآيات التي دعت إلى قتال المشركين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك تفهم الآيات في كتاب الله تعالى التي تدعو إلى القتال، أي حينما تحصل المعركة. فلا شك أن الإسلام دين واقعي، ففي موضع الرحمة واللين يأمر أتباعه بهذا السلوك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وكذلك يقول الله تعالى فأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك يأمر المولى تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والآيات في ذلك كثيرة. وحينما يستدعي الأمر القتال، فنعم هناك دعوة للثبات في أرض المعركة والاستبسال وبذل النفس في سبيل الله، لأن هذا واقع. وحينما يكون هناك قتال فيجب أن يكون المرء شجاعا لا أن يكون جبانا. طيب، الفتوحات الإسلامية فضيلة الشيخ بما تفسر؟ هل كانت في بدايتها دفاعا أم أنها كانت نشرا للحق وإنما وقفت في طريقه أمم؟ نعم، انظر إلى هذا المصطلح أول، فتوحات إسلامية، هذا فتح. فتح من الله عز وجل، ليس المقصود الغزوة كما أشرتم سابقا التي يراد بها التسلط على عباد الله تعالى ونهب ثروات البلاد التي تغزى، لا، وإنما يراد فتح تلك البلاد، فتح دعوة الحق للناس، فتح القلوب أيضا بهداية الله سبحانه وتعالى. وكما قلت إن الإسلام لا يدعو إلى قتال الناس أولا، وإنما يدعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فبها ونعمة، ولا حاجة للقتال.
وإن لم يدخلوا في الإسلام فيعرض عليهم الإسلام باللين والهداية التي والأسلوب الطيب والمجادلة بالتي هي أحسن والحكمة والموعظة الحسنة حتى يدخلوا في الإسلام. إلا أن تكون هناك سلطة غاشمة تمنع من وصول الدعوة، فنعم يجب هذه أن تزال هذه السلطة الغاشمة. وهذا الذي حدث في التاريخ، حينما تكون هناك مقاومة للحق لا بد من دفع هذه المقاومة، وهي ما يشير إليه المولى سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فبقاء الكفر في الأرض وتسلطه هو فتنة، فتنة للناس بصدهم عن سبيل الحق، هو نشر للفساد في الأرض. فالإسلام حينما يشرع هذا النوع من القتال إنما هو لدفع هذه الفتنة، والله تعالى يقول: الفتنة أشد من القتل. طيب. وفي آية: والفتنة أكبر من القتل. أريد أن أنبه هنا على شيء، بأن تلك البلاد التي فتحت حصل فيها قتال في بداية الأمر، ولكن بعد ذلك توقف القتال ودخل الناس في دين الله تعالى طواعية، لأن الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين. لو أن أحدا تظاهر بالدخول في الإسلام وهو لم يقتنع بالإسلام فهذا لا يقبل عند الله تعالى، وهذا صريح الآيات الكريمة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ومن عقد عليه إجماع المسلمين. نعم يعامل مسلما في الظاهر، ولكنه عند الله تعالى ليس بمسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب. ثم لحظة، ثم إن هناك أيضا بلاد كثيرة دخلت الإسلام بدون قتال، هذه شرق آسيا، نعم، اندونيسيا، ماليزيا، يعني اندونيسيا فيها اكثر من 200 مليون مسلم وما يقرب من ذلك، وتلك الجهات ما حصل فيها قتال، وانما دخلت هذه البلاد الاسلام عن طواعيه دون سيف. وتلك البلاد قلت التي فتحت بالقوه بقيت على الاسلام حتى بعد انحسار قوه الاسلام، نعم، العسكريه الى الان. وهذه ايضا بعض الجهات الكثيره في افريقيا ايضا لا زالت مسلمه ولم تدخل بقتال، وانما بجهود الدعاء بعد توفيق الله تعالى. نعم. طيب، لكن بعض المسلمين فضل الشيخ اخذ يؤسس فقها لقطع العلاقه مع الاخر بالكليه، من خلال زعمه ان ايه السيف نسخت كل ايات المفاوضات السلميه والمفاوضات والمجادله بالحسنى مع المشركين. اسمع رايكم ان شاء الله تعالى بعد هذه المكالمات. السلام عليكم الاخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله، نشكر الله. عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عافاك الله الأخ محمود، تفضل. السؤال الأول لو تكرمت، نعم، في سورة آل عمران ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية: ولقد نصركم الله الذر وأنتم أذلة. نعم. لا يمين هنا تبدأ الآية 123 بعدها بآيات ذكر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. فهل هناك علاقة بين أكل الربا وهذه المعركة خصوصا؟ نعم. ولماذا جعلت هذه الآية في ثنايا ذكر الغزوة، يعني الحديث عن الغزوة؟ جميل. يعني بعد هذه الآيات ذكر مرة رجع وذكر عن تحدث عن الغزوة. واضح الأخ محمود. السؤال الثاني لو تكرمت، من المعلوم المسلمين قل عددا وعدة وهم لم يخرجوا من أجل الغزوة. نعم. ولكن انتصروا رغم ذلك، فما هو السبب الذي جعل المسلمين ينتصروا؟ طيب. وكيف يستغل المسلمون اليوم هذا الأمر؟ طيب، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. أسئلة كثيرة اليوم. الأخ بدر الحسيني، الأخ بدر، الأخ بدر أو إبراهيم الحسيني. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام الأخ إبراهيم ورحمة الله. سؤالي شيخ عن نصر الملائكة للمسلمين في الغزوة. نعم. هل كان نصرا معنويا أم أنه كان نصر مادي، بحيث أن الملائكة كانوا يقاتلوا مع المسلمين؟ نعم. قتال حقيقي يعني. ثم هل هذا النصر مخصوص بفترة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم إن ممكن أن يمتد إلى عصرنا هذا؟ نعم. طيب، جزاك الله خير. شكرا أخ إبراهيم، شكرا جزيلا. أخ خاطري من أنغولا. أخ خاطري. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ خاطري عافاك الله. نعم. السؤال هو كالتالي. تفضل. إلى أن في غزوة بدر قام الصحابة رضوان الله عليهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وبإشارة أحد الصحابة لتغوير جميع الآبار الواقعة في منطقة بدر. نعم. لاستشفاف المنابع المائية للقضاء على العدو، فهل هذا إيحاء أو يمكن أن نحن اليوم بما أننا في حالة حراب مع الكفار أن نلوث لهم المياه أو نسممها إذا كان بقدرتنا ذلك؟
دون أن يلحقنا أذى منه. جميل. طيب أخ خطر شكرا جزيلا. مفهوم؟ نعم جدا. عندك سؤال آخر؟ ثاني هو طلب غير السؤال. قناتكم المفضلة رافقتنا طيلة هذا الشهر المبارك، ولكن هذه المواضيع التي تتناولونها مواضيع أكاديمية كبيرة، فنحن نريد منكم أن تعالجوا لنا المواضيع التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية كالطهارة وكيف لا يسمح صلاته في حالة فساد ركن من هذه الصلاة، الأمور التي يحتاجها المسلم العادي غير المثقف إسلاميا في أموره اليومية، وهذا ليس انتقادا ولكن إنما هو مجرد طلب. لأن قناتكم المفضلة وفرت ما عجز جميع القنوات العربية عن توفيره. الله يبارك فيك. ثالثا بعض القنوات تعرض لنا حالة مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي، وهم يعرضون صورا مشوهة لبعض الصحابة يعني الخلفاء الراشدين، صور شيوخ عجائز زعاف، فلا يجوز. إذا كانوا يريدون أن يظهروا صورة الخليفة يجب عليهم أن يظهروا صورة رجل جلد قوي. طيب طيب لا لا خاطري لا خاطري لا خاطري واضح الفكرة لا خاطري. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ، الآن نطرح نفس السؤال كما قلنا، نذكر به المستمعين مرة أخرى، هناك من يؤسس فقها يقول من خلاله أن آية السيف نسخت كل صور التعامل والمفاوضات والمجادلات بالحسنى مع المشركين، ما رأيكم؟ نعم هذا التوجه يعني عند بعض أهل العلم في الحقيقة، وذهب إليه طائفة من العلماء السابقين، وهو مكرر في طائفة من كتب التفسير، وقالوا بأن آية السيف نسخت 120 آية من القرآن الكريم، ولكن تصدى طائفة من العلماء المحققين لهذا الأمر وقرروه أحسن تقرير، وبينوا أن هذا لا يثبت، من حيث إن هذه الآية ليست معارضة لتلك الآيات الأخرى، لأن من شرط النسخ أن يكون هناك تعارض بين الآيات بحيث لا يمكن الجمع بينها بينها وبينها بوجه من وجوه الجمع البتة، وهنا يمكن الجمع. ولذلك ينبغي أن نعلم أن آية القتال كما ذكرت سابقا تحمل على حال معينة في بعض الظروف التي يقتضيها الواقع، وآيات الأمر بالصبر والرحمة والمسكنة أو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أقول مسكنة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تحمل أيضا على حالات معينة. ولذلك قال المحققون من أهل العلم إن مسألة القتال هذه من باب الإيالة في الإسلام، أي من باب المصلحة، تراعى فيها المصلحة. طيب الآن فضيلة الشيخ، يعني ننتقل من قضية التعامل مع الآخر غير المسلم إلى قضية تعامل المسلم مع المسلم. يعني من آثار هذه الفهوم التي تنادي بالنسخ لكل آية تدعو إلى السلم، تدعو إلى المفاوضة المجادلة بالحسنى، تطور الأمر إلى أن يتحسس فقه آخر عند المجموعات الإسلامية نفسها، عندما تنادي مجموعة بتفكير أختها لأدنى سبب لمجرد الخلاف في الرأي وغيره، ثم بعد ذلك يتطور الأمر إلى أن يحكموا بقتله. عرف في عصرنا الحاضر في عالم المسلمين اليوم ما يسمى بالتفجيرات، باغتيال المسلم لأخيه المسلم، بل تطور الأمر إلى أن يفجر مسجد بأكمله فيقتل المصلون فيه، وكل ذلك يزعم أصحابه أنه باسم الإسلام. ما رأيكم في هذا اللون من التصرف؟ هل هذه الفهوم أو هذه الآراء المرجوحة حتى لفهم النصوص تبرر هذا النوع من التعامل؟ كلا، هذا خطأ كبير بل ضلال مبين، لأن هذا الأمر لم يصدر عن عقل واع ولا عن معرفة بالدين ولا عن تقييم صحيح للواقع، ولا يجوز أن يتناول أمر الفتوى والحكم في شرع الله تعالى إلا العلماء المجتهدون الذين استكملوا أدوات الاجتهاد، بحيث يعرفون معاني كتاب الله عز وجل ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولديهم إلمام واسع بأسرار التشريع ومقاصده، وإدراك للإجماع والخلاف مع فهم صحيح للغة العربية، وإدراك لقواعد استنباط الأحكام، وغير ذلك مما يشترط لبلوغ درجة الاجتهاد. ثم إن هؤلاء نصبوا أنفسهم
أولياء على أمور المسلمين، من الذي نصبهم بحيث يقررون حال القتال وحال السلم نيابة عن المسلمين جميعا؟ لأن ردود الأفعال التي تنشأ عن تصرفاتهم تعود بالسلب على المسلمين جميعا، علمائهم وعامتهم، وهذا أمر خطير يجب أن يحسب له حسابه. وهؤلاء أيضا ربما لا يقدرون الأمور قدرها. نعم، أولا يجب أن نعلم بأن الإسلام هو الدين الحق، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام حجة على العالمين، وأن على الناس أن يعتنقوا هذا الدين، ولكن لا يكون ذلك بالإكراه وبالقوة، وإنما يجب أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. والله تعالى مع أنه شرع كما قلت في مواضع قتالا لغير المسلمين لأسباب يقتضيها الواقع، أيضا أمر بالإحسان إليهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه وتعالى بعد الأمر بالقتال حينما قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال بعد ذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهنا أيضا معاملة للآخرين بالحسنى، إلى غير ذلك من المواقف التي تقتضي معاملة غير المسلم معاملة تدعوه إلى الدخول في الإسلام. فكيف بالمسلم الذي عصم دمه وعرضه وماله بكلمة التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وفي الرواية قال: فإذا قالوها أي كلمة التوحيد فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وجاء في روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من قتل المؤمن، وتتوعد من قتل مؤمنا بغير حق بأن يكبه الله على وجهه في النار. وجاء في بعضها ما يدل على أن حرمة المؤمن عند الله تعالى أشد من حرمة الكعبة، وأن الناس لو تمالؤوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى جميعا في النار. فهذا يؤسس لحرمة دم المسلم، فيجب أن يراعى هذا. ومجرد الخلاف في بعض الأمور لا يبيح دم المسلم، خلاف في بعض القضايا الخلافية، أن يكون خلافا مذهبيا أو أن يكون خلافا فكريا، بل ربما يصل في بعض الأحيان إلى خلاف فقهي فرعي أيضا، فيؤدي ذلك إلى التفسيق والتبديع والتضليل وربما الحكم بالكفر. وهذا أمر لا يجوز. الله تعالى يقول: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وكما قال بعض أهل العلم المقصود بالسلام أي الإسلام. فمن نطق بالشهادتين فيصان دمه وعرضه وماله، ولا يجوز الاعتداء عليه ولو كان في نفسه والعياذ بالله على خلاف ذلك. فإنما نحكم على الناس بالظاهر. حينما جرد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سيفه وقتل ذلك الشخص المشرك في بداية أمره، ونطق بكلمة التوحيد حينما هم أسامة أن يضربه، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على أسامة كثيرا، فقال أسامة: يا رسول الله إنما قالها كلمة التوحيد ليدرأ السيف عن عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ أي هل تعلم صدق نيته؟ وقبل ذلك كان يقول له: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فهذا أمر لا يجوز، تكفير المسلم بغير حق لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلا يجوز الاعتداء على مسلم في بأي حال من الأحوال. وأشد من ذلك أن يكون في مسجد يصلي يعبد الله تعالى في بيت الله تعالى الآمن ثم يقتل وتزهق روحه ويغتال، هذا أمر لا يجوز. نعم، إن كان هناك سبب لقتل المسلم فيجوز قتله، ولكن كما قلت لابد أن يحكم عليه بحكم شرعي ليس من أفراد الناس وعامتهم. الباغي مثلا يحل دم المسلم إذا كان باغيا والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي.
وكذلك أيضا باغيا بمعنى أنه يواجه إخوانه والمسلمين. خرج معتديا خرج عن طاعة الإمام العادل أو خرج باغيا بمعنى يحدث فتنة في المجتمع يقوم بالقتل والتدمير وإزهاق أرواح الآمنين وترويعهم. يعني عنده عصابة مثلا عنده لقتل عصابة الناس. هذا طيب فمثل هذا أو وقع منه موجب حد. طيب كما جاء أيضا يعني لو أنه قتل مؤمنا بغير حق فهنا يقتل قصاصا مع أنه مسلم ولكن يقتل قصاصا. أو كان ذلك مثلا حينما يزني وهو محصن فإن حكمه الرجم بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ونحو ذلك من الأسباب المعروفة. لكن أن يحكم هكذا على مجتمع مسلم بأنه كافر طيب ويحكم عليه بالقتل هذا أمر لا يجوز وهو فتنة. وحتى الباغي حتى نوضح فضيلة الشيخ هذه النقطة حتى الباغي من يحكم بباغيه الأفراد أم العلماء المسلمين؟ نعم كما أشرت سابقا يعني إذا كان هناك إمام عادل وخرج عليه أحد عن الطاعة فهذا يعتبر باغيا. طيب يعني مثل ما يقول الأخ خاطري قد يستنبط البعض مثلا من تغوير النبي صلى الله عليه وسلم للآبار في غزوة بدر ومنع الماء عن المشركين يستنبط من ذلك الوضع حكما فيسقطه على عصرنا يقول نحن في حالة حرابة مع الآخرين فبالتالي يجوز لنا أن نسيطر على مقدراتهم في حال الحرب. هذا أمر آخر في حال الحرب. أتكلم عن الحرب. الحرب ما معنى في إذا كان في معركة في ميدان المعركة. إذا كان في ميدان المعركة فنعم. ميدان المعركة تستباح الأنفس فكيف بالأموال كيف بالآبار. هذا تكتيك كما يقال تكتيك حربي والحرب مكيدة كما جاء في الرواية إنما الحرب خدعة. فهذا لا حرج فيه وأن يستعمل في هذا العصر أيضا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذه الأساليب القتالية يعني من كبس الآبار في بدر إلى التحصن بالرماة وبالجبل في أحد إلى شق الخندق في غزوة الخندق إلى غير ذلك من وسائل القتال. فهذا لا حرج فيه وكل عصر بما يناسبه. لكن أن يمتد هذا الأمر لكي يتأثر به غير المقاتلين فهنا نعم يمنع. فهناك من المشركين من لا يقاتلون نهى الإسلام عن قتالهم وهذا مما يؤكد بطلان ما تتخذه بعض الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام أيضا تأسيسا لقاعدتها في القتال وأنها تعمم الحكم على الجميع بالقتل والعياذ بالله تعالى بحيث لا تفرق بين كبير وصغير ولا بين رجل وامرأة ولا بين مقاتل في الميدان وبين راهب أو حبر في صومعته أو بيعته. في الإسلام نهي عن قتل الشيوخ الكبار السن الذين لا يقاتلون نهي عن قتل النساء نهي عن قتل الأطفال نهي عن قتل الأحبار والرهبان الذين يكونون متفرغين لعبادة الله تعالى. هؤلاء لهم حقوق فلا يجوز قتلهم ولا يجوز إيذاؤهم خاصة إذا كانوا في عقد أمان مع المسلمين. على أن الحاكم الذي هو ولي أمر المسلمين قد يحارب طائفة من المشركين ويسالم طائفة أخرى فلا يحكم على الجميع بالحكم نفسه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نأخذ الأخ أسعد القيسي من السعودية. الأخ أسعد عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أسعد أستاذ سيف بشارة وسؤال أريد أن أبشرك بشارة وسؤال. أهلا بك. البشارة الأولى أن البرامج الدينية في قناة عمان المرئية والمسموعة تعتبر البرامج الوحيدة التي تلتزم بمنهج التنزيه والمنهج السليم في الاعتقاد. الله يبارك فيك. السؤال نريد أن نسأل فضيلة الشيخ. نعم. ما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استدرك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسألة قبول الفداء. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه تلك الآية قال يروى أنه قال يا ليتنا أو ما معنى الكلام هو ندم أو كذا. فما مبلغ صحة هذه الرواية وما قول علمائنا السادة الإباضية رضي الله عنهم في ذلك؟ نعم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكور على إحساسك الطيب وشعورك الطيب أيضا. الأخ أحمد الحراسي. الأخ أحمد الحراسي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، نشكر الله. عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله بخير. عفاك الله. عندي سؤال تكرم. تفضل تفضل. بالنسبة للموقف حدث لما النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينزل المنزل، يعني منزل المعسكر. نعم. فنزل في منزل، فمن بعد ذلك قال له الحباب المنذر: نعم، أمنزلا أنزلك الله؟ نعم. ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحر والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحر والمكيدة. فأخبره بمنزل آخر. نعم. فالسؤال كيف يرد على من يقول أن كيف رأي الصحابي يعني هو يقدم على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ جميل. بس بغينا نعرف كيف يرد عليه. السؤال واضح. شكرا. شكرا جزيلا لأخ أحمد. شكرا. بارك الله فيك. الأخ سعد القيس، استمعتم إلى سؤاله. نعم. استدراك عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى. نعم. هل ثبت ذلك؟ أولا لملاحظة على كلمة الاستدراك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر شورى بين المسلمين. نعم. منذ أول الأمر، فهو صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين في أمر الأسرى، أسرى بدر، ما الذي يصنع بهم. فكان رأي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يستبقوا أحياء وأن يفدوا بمال. نعم. وأنهم أهل العشيرة، وربما يهدي الله تعالى طائفة منهم إلى الإسلام. ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي، بينما قال عمر في ذلك الوقت بأنه يرى قتلهم. وجاء في بعض الروايات يعني اقترع على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن علي بن أبي طالب من عقيل، وأن يمكنه أي هو عمر إلى من قريب له، حتى لا يكون هناك في النفوس شيء. هكذا كان رأي عمر بن الخطاب. وروي رأي آخر عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فنزلت الآيات بعد ذلك معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مال إلى رأي أبي بكر بأن تقبل منه من المشركين الفدية. وجاءت الآيات معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عصى في هذا الأمر، وإنما يقال خالف الأولى. نعم. فقد خالف الأولى. هو يصنف كاجتهاد. نعم نعم، على قول بعض أهل العلم. نعم. جاء قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالمولى سبحانه وتعالى يشير هنا إلى أن الأولى هو أن يكون الموقف حازما، وكما أشر بأن هذا أول موقف أو صدام قتالي بين المسلمين وغير المسلمين، وهذه الدولة الإسلامية دولة ناشئة، فينبغي أن تظهر أمام المشركين وأمام العالم بموقف الحزم والقوة حتى لا يجرؤ عليها أحد بعد ذلك. فهؤلاء المشركون الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء لسنوات طويلة، كان الأحزم في أمرهم أن يقضى عليهم لكي يكون ذلك نكاية بهم. ولكن المولى تعالى بعد ذلك بيّن أن ما أخذه المسلمون، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الفدية هو حلال، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فدل ذلك على جواز الأمرين. نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني بعض المتصلين اتصل يسأل، وهو سؤال قد أعددته أيضا سابقا: أيد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة بدر بعدد من الملائكة من 1000 إلى 3000 إلى 5000، وعود من الله سبحانه وتعالى. ما قيمة هذا العدد رغم أن ملكا واحدا يكفي لسحق أهل الأرض كلهم بأمر الله سبحانه وتعالى؟ هل هو تأييد وتطمين معنوي؟ نعم، هو لا شك أنه تثبيت للذين آمنوا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، ودفع لهم إلى شكره سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فإذا هو نصر، وهو دافع لهم إلى شكر الله سبحانه وتعالى، وهو تثبيت: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هو كذلك إرعاب للمشركين. ولكن بالنسبة للعدد الله أعلم به. هذا أمر لا أستطيع الخوض فيه،
لأن الأمر يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا يبين ذلك، بحيث إن هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى على كل شيء قدير، ولكن كما ذكر بعض أهل العلم بأن هذا جاء على درجات، جاء أولا 1000 بعد 3000 ثم بعد ذلك 5000، كلما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وألح جاء المدد من الله سبحانه وتعالى. ولعل ذكر العدد أيضا لعله يكون فيه تطمين للمسلمين وتقوية لهم من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله تعالى على كل شيء قدير. نعم، اختلف أهل العلم هل كان هناك مشاركة عملية لهؤلاء الملائكة عليهم السلام في القتال، أو أن مشاركتهم اقتصرت على الجانب المعنوي. في ذلك خلاف بين أهل العلم، وهو ما أشار ما سأل عنه بعض الإخوة المتصلين. ولكن على كل حال أنا لا أحب الدخول في هذا الأمر أيضا، لأني لا أحب الخوض في مثل هذه الدقائق التي لا تجدينا الآن نفعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أمد المسلمين بالملائكة، وأن ذلك كان نصرا للمسلمين وتقوية للمسلمين، وانتهى الأمر بالنصر والتأييد والتمكين. فلا حاجة لنا إلى الخوض في التفاصيل، هل كان ذلك بالقتال والمشاركة في القتال كما جاءت بعض الروايات تدل عليه وذهب إلى ذلك طائفة كبيرة من العلماء، أو أن ذلك كان مجرد تثبيت معنوي للمسلمين. المهم أن النتيجة في النهاية هي انتصار المسلمين، ونحن نسأل الله تعالى المدد في كل وقت. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد الحراسي الذي اتصل أيضا في آخر البرنامج. قضية الحباب بن المنذر وتقديمه المشورة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يتقدم إلى مكان آخر ويغور الآبار، ما مدى صحة هذه الرواية رغم أن القرآن الكريم يذكر أن قضية الماء تكفل بها الله تعالى، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هل في هذا مثلا غضاضة أو غض من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير سير المعركة وفي النظرة العسكرية له؟ لا، ليس في ذلك غضاضة إن شاء الله تعالى حسب ما يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو مؤيد بالوحي ولا شك في هذا، وأنه كان في معاركه أيضا مؤيدا بالوحي وبالنصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك حكم كثيرة يريد المولى سبحانه وتعالى أن يربي عليها الفئة المسلمة في كل عصر وفي كل مصر، لكي تأخذ هذه الفئة بالأسباب. ومن جملة الأسباب التي تؤدي إلى النصر مشاورة القائد لجنوده وأتباعه، حتى تكون قيامتهم بعد ذلك للأمر عن قناعة، وحتى يشعروا بتواضع هذا القائد وأنهم جزء من هذا الأمر، لا أن تلقى عليه الأوامر هكذا، وحتى يكون في ذلك قدوة من النبي صلى الله عليه وسلم للقادة، قادة المسلمين من بعده، أن لا يتسلطوا في الأرض وأن يكونوا مجرد آمرين ناهين، وإنما يكونون متعاونين مع جنودهم ومستشيرين لهم. نعم، هناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن هذه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم شيخنا القنوبي فحفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه يقول بأن هذه الرواية ضعيفة، ولكن هناك من حسنها أيضا. فعلى ذلك إذا قلنا هي ضعيفة إذن فلا حاجة للاستدلال بها، وعلى تقدير ثبوتها تؤول على التأويل السابق الذي ذكرته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، الحقيقة غزوة بدر تحتاج إلى الكثير من الوقت. نشكركم في نهاية هذا اللقاء على هذا العطاء الرائع، وأشكر أيضا الأخ أسعد القيسي والأخ خاطري من أنجولا على الإطراء للبرامج التي نقدمها. وأقول للأخ خاطري بأن البرنامج عمره الآن 10 سنوات، وقد قدم الكثير من الحلقات المتعلقة بالعبادات أو الحلقات العامة، وقد سأل الناس. ولكن من أراد منكم الأخ خاطري أو غيره من الإخوة من خارج السلطنة أن يسأل في الصلاة، في الزكاة، في أمور العبادات، حتى ولو كان خارج موضوع الحلقة فإننا نستقبله. نشكركم جميعا أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، ونشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سعيد المعمري، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم الشرعية. وغدا نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.